شاهدت ليلة أمس برنامجا تلفزيونيا عن الحرب العالمية الثانية، تلك الحرب التي شردت الناس من بيوتهم. في تلك اللحظة تذكرت أن هناك أطفالا في هذا العالم مشردين أيضا ولكن دون حرب. أذكر أنني شاهدت منذ أشهر مجموعة من الأطفال وهم يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة أعمالا لا تناسب أعمارهم الغضة. كان ذلك عندما سافرت بمهمة عمل إلى أقاصي آسيا، وقد حكى لي أحد الأطفال واسمه على ما أذكر نوبيتا أنه قد شعر بسعادة عظيمة عندما زارته أخته وأحضرت له قطعة من الشوكولاتة. قال لي حينها إنه يعمل منذ الصباح حتى المساء، وذلك لأنه مضطر لتأمين لقمة العيش، لذا كانت فرحته كبيرة جدا عندما أحضرت له ما يحلم به قطعة من الشوكولاتة. لا أدري الآن ماذا حل بذلك الطفل. حكايته غريبة. إن حكايته محزنة أيضا. هيا العشاء جاهز. لا نشعر بالجوع فلقد تناولنا الكثير من الشوكولا. لا سنأكل سوية. أنا آسف. لدي رغبة في رؤية ذلك الولد. وأنا أيضا. ترى هل نستطيع الذهاب إلى تلك البلاد البعيدة؟ طبعا فمركبتي جاهزة للانطلاق. إذا سنذهب إلى هناك في صباح الغد يا عطفور. أعتقد أننا وصلنا. ما هذا المكان الغريب؟ هل أخطأنا؟ ماذا تريدان؟ الطلاب في الحقل، لقد هجر الطلاب مقاعد الدراسة حيث يعملون الآن في الحقول. إذا كنتما ترغبان في رؤية أحد منهم اذهبا إلى الحقول. نوبيتا ماذا أصابك؟ إذا بقيت على هذا الحال سأطردك من العمل. سيدي انظر إلى يدي إنها مجروحة. ما هذه القسوة؟ عليك أن تعمل بجد كما يعمل باقي الأولاد. هل أنتم متعبون يا أولاد؟ ما هذا؟ أشعر بالغضب. بإمكانك أن ترتاح لمدة 5 دقائق لكن ليس الآن. هيا تعال كي نساعده. هيا العمل هيا استيقظ وتابع العمل كي لا تعاقب. لما لا تساعده فعلا وتغيب عنه في العمل؟ ولكني غير معتاد على ذلك. سأعطيك هذا القفاز، لن تشعر بالتعب أبدا. لقد حرفت مساحة واسعة. لماذا لم تحلق شعرك؟ أنت مراعاة نظام؟ أردت أن تحلق شعرك؟ لا رغبة لي في ذلك. كن مطمئنا، نحن هنا في مكان للعمل ولسنا في نزهة، لذا على الجميع أن يراعوا هذا الأمر، وكل ما يفعل خالف التعليمات سوف يعاقب. انظروا إلى هذا الشعر الطويل. شعره قصير يا سيدي. أرجوك سامح. فعلا إن شعره قصير، لم أنتبه لذلك. زميلكم هذا مشد ونشيط وليس كالولد نوبيتا. سأهرب قبل أن يكتشف أمري. ما الذي أصابه؟ فلنلحق به. اسمع، علينا أن نقف إلى جانبه حتى النهاية. ألا يكفي أنني حلقت شعر رأسي من أجله؟ هذا الدواء يساعد على نمو الشعر. لقد حل المساء وعلينا أن نعود إلى البيت بسرعة. أين المركبة؟ كن حذرا. لقد حذرتك. ماذا علي أن أفعل؟ لم أعد أستطيع الاحتمال أكثر. ليتني أستطيع ترك العمل، ولكن الجوع لا يرحم. إن
إنه قدري وعلي تحمل ما ألاقيه كل يوم، ولن أفقد الأمل ما دمت حيا. علينا أن نعطيه قطعة الشوكولاتة التي أحضرناها له، وذلك قبل أن يحين موعد رجوعنا. انظر إنه يسير في الماء، إن في ذلك خطرا عليه، يجب أن يعود. الشوكولاتة قبلنا، سألتقط صورة للذكرى. لقد كانت رحلة ممتعة ولكنها غريبة بعض الشيء، أليس كذلك؟ نعم مسكين نوبيتا. فعلا معك حق، تبقى الذكريات جميلة إلا أن الواقع أشد. إذن علينا أن نمحي الذكريات المؤلمة. فعلا إن ذكريات عن تلك الرحلة الغريبة مؤلمة جدا. من المنزل هذا اليوم، أليس كذلك يا عامر؟ أبطل لماذا لم ترتب غرفتك جيدا هذا الصباح؟ ترى هل يعجبك هذا المنظر كثيرا؟ لا طبعا، وكنت سأقوم بترتيبها عندما أعود يا أمي. دائما تقول لي هذا الكلام، ولكن للأسف لا تنفذ منه شيئا. هيا اجلس هنا، لم تغادر البيت قبل أن ترتب غرفتك وتنظفها. لم تعد صغيرا، فأنت طالب في الصف الرابع الابتدائي، ولا هم لك سوى اللعب مع هذا القط المشاغب. عليك أن توفق ما بين اللعب وبين ما هو أكثر أهمية. لماذا تنظر إلي كالأبلة؟ حان الوقت للتدخل. حسنا، عليك أن تهتم بأمورك أكثر وإلا عاقبتك. تصرفت ما يحلو لك يا عامر. يا اذهب حيث شئت يا حبيبي، فأنا سأقوم بتنظيف الغرفة بنفسي، وأرجو أن تمضي أوقاتا سعيدة برفقة عبقون. ما الذي يحدث؟ إنها الموسيقى. الموسيقى تساعد على تهدئة النفوس، فقد عزفت على هذا الناي ألحانا خاصة، وعندما سمعت أمك ألحاني شعرت بالراحة. صحيح؟ هل تؤثر الموسيقى في النفس كل هذا التأثير؟ سأذهب الآن كي ألعب مع رفاقي. عامر، لقد قلت لي إن الموسيقى تهدئ النفس، ولكنني أرى الآن غير ذلك. أرأيت؟ إن الموسيقى تبعث على النشاط أيضا. أعطني ناي، هيا أرني نشاطك أيها الموسيقى. محفور، لم أكن أقصد إزعاجك، لذا أرجو ألا تغضب مني. لا 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 توقف. لقد أوجد لي عبطور لعبة مسلية لا تخطر على بال أحد. أنت أنيقة اليوم، من أين اشتريت هذا الثوب الجميل؟ ولكنه ليس أجمل من ثوبك أبدا. ولكنني رأيت هذا الثوب في محل لبيع الألبسة المستعملة. نصيف، أنا لا أشتري ثيابا مستعملة. أنت الغبية غبية 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 غبية. مافيك، لماذا لم تبتسم في وجهي عندما رأيتني الآن؟ سامحني، فأنت لم تقترب من يستحق العقاب. التي أسمهان عليهم. لو لم يحضر هذا الولد الآن لانتهى الأمر دون أي إزعاج. لا أريد منكما إصدار أي صوت. يبدو أن خالتي وغالية قد غادرتا المنزل. أين هما؟ أتنان؟ أن يدخل أرجوك. ولكن أهلا وسهلا بك، تفضل. ولكن قل لي من أنت؟ من أنت؟ كلا قل لي. أتقمت أهدو لك كوبا من الشاي. ولكن من من الضيف هنا؟ قل يا عمي. أخبرنا يا عامر. أخبرني من فعل بكما هذا. ذلك الرجل إنه ليس
تفضل الشاي. لا شكرا سأذهب إلى البيت وداعا. حاضر لا تكن جبانا. كيف تجرؤ على رد ضيافتي؟ وتصرخ في وجهي أيضا أيها الولد. كان علي أن أعاملك بلطف. تفضل هذه محفظة نقودي إنها لك، سأعطيك كل ما أملك. خذ. ما رأيك؟ لم يعد لدي شيء. لا داعي لا داعي لا داعي لا داعي. أجب أن أستخدم الناي. أنعادك الشجية تبعث في نفس العدوء والطمأنينة. ذكرتني بأمي. أي حركتك جيدة أيها الحرامي. لا 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 هناك مشكلة. خذني إلى السجن أرجوك أنا بس ولا أتعق جبكة. غرفتك مرتبة ونظيفة، هذا ما كنت أتوقعه منك، ولم يخب ظني بك أبدا. جيد أنك استمعت لكلامي ولم تطع عبقور. لماذا تعزف هذا اللحن يا عبقور؟ لقد بحثت عنها في كل مكان ولكن دون جدوى. يا لحظي السيء. أبي لماذا تجلس وحيدا؟ ترى ماذا حدث؟ أبي ماذا أصابك؟ هل تعاني من مشكلة ما يا أبي؟ أخبرني. ماذا أصابك يا سيدي؟ يبدو أنك تعرضت لمشكلة كبيرة، لذا من الأفضل أن أستدعي أمي حالا. لا ليس هناك ضرورة لذلك. إذن أخبرني ما هي المشكلة يا أبي. لما كل هذا الحزن يا سيدي؟ فقدت محفظتي ولا أعرف أين هي الآن ولا أين ضاعت مني. حقا؟ معقول؟ لقد بحثت عنها طويلا لكن دون جدوى. ماذا سأفعل الآن؟ لا تقلق يا أبي، سوف نجدها بأي شكل كان لا تقلق. هذا يعني أنك فقدت كل ما تملك من مال. يجب ألا تعلم أمي بالأمر. وهذا ما أخشاه بالطبع. فسد هذا الاجتماع الطارئ. لا تشغلي بالك يا أمي، كل شيء على ما يرام. ليس هناك ما يدعو إلى القلق. يبدو أن هناك سرا ما وسأعرفه. لقد ابتعدت. لم يبق في جيبي قطعة واحدة من النقود. علي شراء الكثير من الحاجيات المنزلية، ولكن من أين لي المال؟ ماذا أفعل؟ أكاد أفقد صوابي. أرجوك اهدأ يا سيدي. علينا إيجاد الحل المناسب لمساعدة أبي. معك حق. سنستخدم آلة التصوير هذه، وهذا رائع. لو سمحت الآن التقط لي صورة. ولكن علينا ألا نضيع الصور هنا وهناك، فنحن سنحتاج إلى عدد كبير من اللقطات، ومع ذلك لا أمانع في تصوير لقطة واحدة فقط. هيا استعد. دعني أرى الصورة الآن، لابد أنها ستكون جميلة. يا لك من مصور سيء، فصورتي ليست كما توقعت. من هذا؟ أكاد لا أعرف نفسي أيها الأحمق. انظر هل هذا انا؟ انني ابدو كسلطان. اتركني يا عبقور. انا هيا اتركني. اذا تسخرت مني ايها الوثيق قل.
المهم الآن محفظة والدي. فعلا كدت أنسى ذلك. يفترض أن أبي قد مر بهذه الدكان. هيا التقط لها صورة. هذا ضروري. هيا أسرع، يجب علينا أن نصور الأماكن التي يمر بها عادة، ولا بد أننا سنحصل على ما نريد. هيا بنا الآن. أتدري علينا أن نتجه مباشرة إلى الشارع الذي يمر به والدي كل صباح. اتبعني. صور الأماكن فقط. افترض أن أبي قد مر من هنا ثم صادف أحد أصدقائه، بعدها اتجه نحو البيت. ماذا؟ ترى أي طريق سلك؟ إنني في حيرة من أمري يا عبور. ماذا سنفعل في هذه الحال؟ سنصور طبعا. يفترض أنه قد مر بالقرب من ملعب الحي. هيا التقط بعض الصور لهذه المنطقة. حسنا سأفعل ذلك. يفترض أن أبي قد شارك صغار اللعب، وهذه عادة من عاداته المعروفة، فقد كان يطمح دائما في أن يصبح مدربا للعبة البيسبول، وربما أضع المحفظة هناك. فلنبحث عنها. هيا. لكنني لا أجد لها أثرا في هذا المكان يا عبقور. لقد خاب أملنا، ولكن علينا أن نعثر عليها. سنحاول مرة أخرى. ربما جرها الكلب إلى داخل بيته. قد تجد المحفظة في مكان قريب من هنا بعد أن وزنها الكلب قرب بيته. هيا يا عبقور هيا، وربما أعجبته رائحة الكلب وتشاجر مع الكلاب الأخرى من أجلها. هيا أسرع أسرع، طور هذه الناحية. ربما دخل الكلب من هذه الناحية. هيا فلندخلها يا عبقور. اعذرنا يا سيدي اعذرنا. مشكلة. وأخيرا عثرت على محفظتي بفضل جهودكما. أنتما في غاية الذكاء فعلا. أرجو أن تكافي عبقور وعامر. ولكن دعني ألقي نظرة على آلة التصوير أولا. تفضلي سيدتي. سألتقط صورة للمكان الذي أضع فيه بسكويت عادة. إذن أنت من أكل البسكويت يا عبقور.